الاذاعه الاولى في تونس احنا <تحنة> تحن اليوم مش نوع من النشرة مش جويه ولكن للرئاسات الثلاث البارح حكينا على التحوير يبدو انه التحوير ما أنت قاعد يتداعثر معناتها أنت فما حاجه كان... مش تتداعثر البلاد كامله تتداعثر كان من المفروض انه معناتها التحوير يكون من البارح ولا اليوم ولا في اقصى حالات نهار الاربعاء يبدو انه الامور قاعده تصعب على سي هشام الشيشي احنا كنت البارح وفينا روبريك بسؤال قلب تونس شنو هو موقفه خاصه مع التطورات الاخرانيه اللي صارت اليوم واضح انه قلب تونس قل البارح سمعنا القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي على مزيك كيفاش معناتها قال احنا هذا التحوير الوزاري عليش. تحس نحن نستفتحوا الحانوت الصباح والبقية ما تمشي تمشي مريقلة معناتها بعضنا ما تحكينا على قلب تونس قال لي حكينا على رئيس الجمهورية قلنا والله كان ياخذ بالخاطر معناتها هشام مشيشي يكلمه يقول له والله شنو رايك سيد الرئيس؟ معناتها كيكه ما بالخاطر وفعلا معناتها الرئيس بدون تغشش خاطر ما علموش معناتها نحنا الصباح كملوا من بعد معناتها يواصلوا. <applause> احنا نبداو الاولانيين دونك. آه. بالنسبه للرئاسة ثلاثه كل واحد فشله. رئيس الحكومه لاهي في التحوير ما فماش مشكله نتاع اسامي لانه كل الاسامي اللي طرحت تقريبا ماشي ما تطرحش اشكال. بقى السؤال هو في مساله قلب تونس ويبدو انه السيد نبيل قروي, قروي رئيس الحزب. مم. بعث رساله معناتها للحزب يقول ما فماش تحوير ما انا ما زلت في السجن ما فماش تحوير فما فيرسيون اخرى الرساله الاخرى اللي جات قالوا بردين بردان هذاك الموضوع اخر شفنا معناتها كيفاش صارت اتهامات مم. الى انه معناتها تعرض الى سوء معاملة في السجن ومن جهه اخرى مم. شفنا الصوره السجنيه خرجت وكذبت هذا أه معناتها فما فيرسيون اخرى اللي تقول باهي يا احنا قال تونس ضد التحوير ولكن إذا فما مجرد شد سد شغور ما ولكن هذايا تحوير لا احنا نحبوا تحوير سياسي ونرجعوا للكلام اللي كان يتقال وهذايا يصعب المسألة على رئيس الحكومة هشام مشيشي ولكن حتى شيء ما هو ثابت معناتها المواقف تتغير نجموا من هنا الغدوة قلب تونس يراجع موقفه ورئيس الحكومة يمشي في التحوير بقى أنه إذا يمشي بدون موافقة قلب تونس فإنه فما إمكانية متوسطة لا هي صغيرة ولا هي كبيرة أنه التحوير يتدعثر في البرلمان ده ونلقاو ده رحنا في, شيء له في التحوير، رئيس الجمهوريه متغشش على التحوير رئيس الجمهوريه البارح ايضا استقبل مساعده الرئيس المكلفه بالعلاقه مع رئاسه الحكومه ورئاسه الجمهوريه السيده سامي عبو اللي هي زاد يعني بيدها عندها اكتواليتي اللي هي معناتها عضو في الكتله الديمقراطيه اللي عندها توا اكثر من شهر في اعتصام داخل البرلمان وعندها نهارين دخلت في اضراب جوع. والتحقت بها نائبة أيضا نائبة منيرة العياري على نفس الكتلة التحقت بها في ضرب جوع هل نذكر المستمعين تانا شنو السبب تاو كانت تذكروا نهار اللي صارت فوضى في البرلمان وفما نائب من التيار الديمقراطي تعرض للعنف واللي معناتها شفنا حتى الدم سال وحكي عليها رئيس الجمهوريه على اثر هذه الكتله الديمقراطيه طلبت من رئيس البرلمان انه يصدر بيان يدير العنف واللي يقولوا معناتها تل... يسمي ائتلاف الكرامه كمسؤولين على العنف، رئيس البرلمان إلى حد الآن رافض هذايا، وبالتالي معناتها الاعتصام مازال متواصل وصارت خطوة تصعيدية في إطار ضرب الجوع نتاع السيدة سامية عبو، وهذايا مصعب الأمور، رئيس الجمهورية البارح استقبلها، كانت رسالة رمزية للتضامن معها باش يقول اللي هو مساندها في الموقف نتاعها، وهذايا فيه يسجل زوز نقاط. واحدة في علاقة برئيس المجلس رشد الغنوشي وواحدة في علاقة بائتلاف الكرامة اللي هو معناتها مسؤول على الأقل يأكد مسألة المسؤولية ويأكد مساندته لمطالبة إدانة ائتلاف الكرامة في مسألة العنف هذايا واستغل رئيس الجمهورية الفرصة باش يحكي أيضا على مسألة التحوير شوف نصدر بيان على رئاسة الجمهورية السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلافا للي راجل يحكي عليه البارح من مصادر في الائتلاف الحكومي اللي يقولوا انه سي هشام المشيشي حكى معها للتحوير وحطوا في الصورة فوالا إيه رئيس الجمهوريه خرج البارح وكذب هذا قال ما في باليش وما عندي حتى علم بالتحوير اللي صاير وما شاورني حتى حد ويعتبر انه هذا موش معقول بصفته رئيس الجمهوريه ورئيس الدوله وضامن الوحده الوطنيه فلا بد من تشريكه أيه في على قدر الامكان باش قدر الامكان عايز دخل على الخط في موضوع أيه. التحوير بيه. هل تو معناتها مواطن بسيط نسمع في الكربة تو رئيس الجمهوريه عنده الحق يدخل روحه ولا قانونيا ودستوريا لا ما دام التحوير ما يشملش وزير الدفاع وزير الخارجيه حتى شيء ما يجبر رئيس الحكومه عني. باش يستشيره ولكن سياسيا رئيس الجمهوريه يقول رئيس الدوله لابد من تشريكي في المشاورات وما حكاش كان على روحه يقول زادة تشريك كل الاطراف نتصور يقصد في المعارضه ايضا تشريكها في مساله التحوير سياسيا معناتها نتصور انه ما وصلناش للحظه اللي نقولوا اه والله كيفاش ما علموش على خاطر من المفروض واللي نعرفه انا انه رئيس الحكومه يعلم رئيس الجمهوريه اون قرر وباش يخرج يعلن يعلن رئيس الجمهوريه واذا هما في تناغم ينجموا يتشاوروا مع بعضهم ولكن لا شيء دستوريا يجبر رئيس أي. الحكومه باش يتشاور مع بي. رئيس ما الجمهوريه معناتها قانونيا دستوريا ولكن ما انا نتصور هو خرج لا هو سي خرج سياسيا اي ولكن تصوروا هو خرج باش يجاوب على الكلام اللي حكينا عليه البارح واللي أيه. دار برشا من نوع انه فما تهدئه بيناتهم وانه سي هشام مشيشي وقت مشى هني في راس ما فماش ما. هو خرج باش يكذب الكلام اللي تم ترويجه من الناس في الائتلاف الحكومي أيه. اللي يقول انه رئيس الجمهوريه داخل في الطبخه بتاع تحوير خرج باش يقول مانيش داخل وما شاورونيش وزادها هذا ماهوش معقول. انا باش نلخص دونك حتى رئيس الحكومه. لاهي في التحوير رئيس الجمهوريه ليه برئيس الحكومه اللي ليه في التحوير بالضبط <applause> <applause> ورئيس المجلس وبما انه مش قاعد يعني استنى بالتحوير آه. وين يتعدى يتعدى في المجلس, والمجلس فيه اعتصام آه؟ والاعتصام هذا شفناه من المفروض تكون جلسه نهار 4 جانفي اليوم احنا 12 جانفي ما صارتش حتى جلسه الاعتصام هذا معطل سير المجلس ومخلي انه جلساته ما ايش هو الحل اللي لقاه السيد راجل الغنوشي باش المجلس يرجع يخدم ومعناتها يتم تجاوز هذا باش النجم نصوتوا على التحويل. هو انه شفنا السيد راجل الغنوشي عيط للجنه الطبيه، شفنا زياره قامت بها السيده نصاف علي والسيد السيد آه الهشمي الوزير. وبعدها يبدو انه عطاوه تقرير بارح تطرح في مكتب المجلس قالوا راهو الوضع الصحي في البرلمان ماهوش على ما يرام وبالتالي يعملوا لهم لا مش على الاشخاص آه. على معناتها امكانيه تطبيق البروتوكول الصحي وحمايه النواب وبالتالي ينصحوه انه ما ينعقدش وفيت المجلس وفاه النائب الله يرحمه زيد وفاه النائب مبروك الخشنوي وبالتالي فما توجه والبارح صادق عليها مكتب المجلس في انه نمشيو الاجراءات الاستثنائيه شنو هي الاجراءات الاستثنائيه الناس تصوت عن بعد وبالتالي نتجاوزوا حكايه الاعتصام ما عادش الاعتصام أثر على الجلسه العامه وهذا هو الحل اللي لقاه راشد الغنوش باش نلخصوا توا كي نحكيو على الرئاسات الثلاث تعرف فما المثل اللي يقول لك المركب يكفر آه رياسه يغرق. يغرق احنا للاسف في الوضعيه هذه النظام السياسي مشتت آه واحنا معناتها ماهيش مركب السياره التونسيه على البلاد الناس كل متصوره انه بعد الانتقال الديمقراطي احنا في وتروت ماشيه امورها سانك, سانك وهو في الحقيقه احنا واقفين في كيوسك الوتورود ويتعاركوا <applause> شكون اللي باش يسوق هالكرهبه هذه واحد يحب يشوف الهواء واحد يحب يشوف الزيت واحد يقول لا تو انا نسوق واحد يقول ندوروا على اليمين واحد يقول ندوروا على اليسار وهذاك اللي معطل مسيره البلاد معناتها عباره نحسبوا واحد بركه نحن مش مشكل معناتها واحد يسوق في كرهبه قليمة. اون تون يحب يعمل يعني بريمير ومار وبوامور ما بعضهم ثلاثه دونك اللي قاعد صاير افهموا الكرهبه شو صار فيها هذاك علاش نقترح <applause> عليك امين في الو كوندكتور الجمعه الجايه تاخذهم بالواحد برا رئيس الحكومه الجمهوريه انت بريمير ولا بوامور مور <applause> <applause> انت مار ولا خل نفهم اوموا اوموا يفهم كل واحد وين ماشي يعطيك صحه اياد